أستاذ عبد الفتاح من الجيزة، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا فندم، أنا عندي حاجة ب 80 سنة وعندي ضغط والقلب، فالدكاترة قالت لي أنت مرسوم، فعايز أعرف الفدية قد إيه بالظبط؟ الفدية 20 جنيه، 20 جنيه عن كل يوم. طيب أنا ليا أخ فقير. يلا اديهم له، ربنا يبارك له. كلهم يعني ربنا كريم، يعني ولا حد تاني. اديله يعني احنا لو قلنا 20 في 30 600 يعني يبقى اديله 600 كلهم. يلا على بركه الله، الله يطول عمرك. وينفع تطلعهم دلوقتي، وينفع تطلعهم يوم بيومه، ينفع تطلعهم على مرتين، ينفع تطلعهم كلهم. والله انا اديته النهارده 300. يلا ربنا يبارك لك. اديله 300 النهارده، اديله بكره 300. ربنا يبارك لك يا حاج، ربنا يبارك لك يا عم فتاح، ويديك الصحة والعافية إن شاء الله. بس أنا عايز أبشرك إن ثواب الصيام إن شاء الله يتكتب لك إن شاء الله، وكأنك معافى إن شاء الله يا حاج عبد الفتاح.